السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي في درس جديد من دروس مبحث العلوم والحياة، والذي يُبَث عبر قناة روافد التعليمية. ودرسنا لهذا اليوم بعنوان: الجهاز الهضمي. ويتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن توضح المقصود بالجهاز الهضمي. أن تميز بين الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي، أن تعدّد أعضاء الجهاز الهضمي، أن توضح مدى تلاؤم أعضاء الجهاز الهضمي مع وظائفها في عملية الهضم، وأن توضح دور العصارة المعدية في عملية الهضم. عزيزي الطالب، تأمل الصورة أمامك والتي توضح احد اهم اجهزه جسم الانسان الا وهو الجهاز الهضمي فما هو الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي هو قناه طويله ومتعرجه تبدا بالفم وتنتهي بفتحه الشرج مسؤول عن هضم المغذيات وتحويلها الى وحداتها البنائيه القابله للامتصاص عبر الاغشيه الخلويه بواسطه تاثيرات ميكانيكيه وكيميائيه وعمليه الهضم في الجهاز الهضمي تنقسم الى قسمين هضم ميكانيكي وهضم كيميائي يقصد بالهضم الميكانيكي تحطيم الطعام من قطع كبيره الى قطع صغيره مثل تقطيع الطعام بواسطة الأسنان. أما الهضم الكيميائي فيقصد به تحطيم المغذيات بواسطة الإنزيمات إلى وحداتها البنائية القابلة للذوبان والامتصاص. مثال ذلك تحويل البروتينات إلى حموض أمينية بواسطة الإنزيمات. ولنتعرف الآن على أعضاء الجهاز الهضمي. تتكون القناة الهضمية من: الفم، البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، وأخيرًا الأمعاء الغليظة. وهناك أعضاء ملحقة بالجهاز الهضمي تفرز عصارات هاضمة، وهي: الغدد اللعابية، والكبد، والبنكرياس. ولنبدأ أولا بالفم تأمل الصورة أمامك وحاول معرفة كيف يتلاءم تركيب الفم مع وظيفته في عملية الهضم لاحظ أن الفم يحتوي على كل من الأسنان واللسان والغدد اللعابية المتصلة بقنوات لعابية وجميع هذه الأجزاء تساعد في عملية الهضم داخل الفم والآن هيا بنا لنفكر ونجيب عن الأسئلة الآتية كم عدد الأسنان عند الإنسان البالغ؟ صحيح، اثنان وثلاثون سناً ستة في الفك العلوي وستة عشر في الفك السفلي السؤال الثاني ما أنواع الأسنان؟ تنقسم الأسنان إلى ثلاثة أنواع، هي: القواطع، والأنياب، والأضراس. ما نوع الهضم الذي تقوم به الأسنان؟ هل هو هضم ميكانيكي أم هضم كيميائي؟ طالما أن الأسنان تقطع الطعام إلى قطع صغيرة، فالهضم يكون ميكانيكي. والجزء الثاني في الفم هو اللسان، فما وظيفة اللسان؟ يساعد اللسان على مزج الطعام باللعاب لترطيبه ودفعه نحو البلعوم لتسهيل عملية بلع الطعام، كم عدد الغدد اللعابية؟ هناك ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية، زوج بالقرب من الأذنين تسمى الغدة النكافية، وزوج أسفل الفك السفلي، وزوج آخر أسفل اللسان، وما وظيفة الغدد اللعابية؟ تعمل الغدد اللعابية على إفراز اللعاب، ولكن ما أهمية اللعاب؟ يعمل على ترطيب الطعام ليسهل بلعه، ويحتوي اللعاب على إنزيم الأميليز الذي يحول النشا إلى مالتوز. هل بإمكانك كتابة معادلة توضح تحويل النشا إلى مالتوز؟ تأمل أمامك المعادلة. لدينا نشا وماء كالنشا الموجود في البطاطا أو في الخبز مثلًا. عند مضغ هذه الأطعمة يتفاعل إنزيم الأميليز مع النشا الموجود فيها ويحوله إلى سكر ثنائي هو سكر المالتوز وهذا النوع من الهضم يسمى كيميائيا هل تعرف لماذا صحيح لانه حدث بفعل الانزيمات العضو الثاني من اعضاء الجهاز الهضمي هو البلعوم حيث يعتبر ممر لنقل الطعام المهضوم جزئيًا في الفم ودفعه نحو المريء. ثالثًا، المريء. يعتبر المريء عضوٌ عضلي، حيث يتكون جداره من عضلات دائرية لا إرادية ملساء. تأمل الصورة، ولاحظ كيف تنقبض هذه العضلات وتنبسط بحركة تسمى الحركه الدوديه تساعد في دفع الطعام نحو المعده وصلنا الان الى العضو الرابع وهو المعده انظر الى الصوره ولاحظ جدار المعده يتكون جدارها من ثلاث طبقات من العضلات الملساء انقباض وانبساط تلك العضلات يعمل على عصر الطعام ومزجه بالعصارات الهاضمه في المعده ولكن مما تتكون العصاره الهاضمه في المعده تفرز العصاره المعديه من جدار المعده وتتكون من انزيم البيبسين الذي يعمل في الوسط الحمضي ويهضم البروتينات ويحولها الى سلاسل عديد الببتيد حسب المعادله التي أمامك. كما تحتوي العصارة المعدية على حمض الهيدروكلوريك، الذي يعمل على قتل الجراثيم المتواجدة داخل الغذاء، كما أنه ينشّط إنزيم البيبسينوجين، وهو إنزيم غير فعّال، أي أنه لا يمكنه هضم البروتينات، ويتحول إلى إنزيم البيبسين الفعّال الذي يهضم البروتينات حسب المعادله امامك والان فكر في هذا السؤال ما نوع الهضم في المعده هل هو كيميائي ام ميكانيكي ام كلاهما بالفعل الهضم في المعده ميكانيكيا بفعل حركه العضلات التي تمزج الطعام بالعصارات المعديه وكيميائي بفعل الانزيمات كيف يصبح الطعام بعد هضمه في المعدة؟ يتحول إلى سائل كريمي يسمى الكيموس الحمضي. هل سألت نفسك يومًا كيف يبقى الطعام داخل المعدة أثناء الهضم ولا يخرج منها؟ هناك عضلتان تغلقا المعدة من أعلاها وأسفلها، العضلة العلوية تسمى العضله العاصره الفؤاديه والعضله السفليه تسمى العضله العاصره البوابيه تكون العضلتان في حاله انقباض اثناء الهضم وبالتالي تمنع الطعام من الخروج منها والان بعد ان تعرفنا على كل من الفم والبلعوم والمريء والمعده اجب عن الاسئله الاتيه السؤال الأول حدد مكان إفراز ووظيفة كل من إنزيم الببسين وإنزيم الأميليز يفرز إنزيم الأمايليز من الغدد اللعابية في الفم ويحول النشا إلى سكر المالتوز أما إنزيم الببسين فيفرز من جدار المعدة ويحول البروتين إلى عديدات الببتايد السؤال الثاني فسر تهضم المعدة اللحوم ولكنها لا تهضم نفسها لتجيب عن هذا السؤال انظر إلى الصورة ولاحظ وجود طبقة مخاطية هذه الطبقة تمنع وصول العصارة الهاضمة لخلايا المعدة وبالتالي تحميها من هضم نفسها بذلك نكون قد تعرفنا على كل من الفم والبلعوم والمريء والمعدة وسنستكمل باقي أعضاء الجهاز الهضمي في الدرس القادم إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء